كي غتصوصتي مخالفه نفذ هيثم مكي رجع حارس الكره تكون من خالد هماني الذي لا يفوت فرصه ويمضي ثاني اهداف فريقه. اللي كاد يعطي الأسبقية للمحيط في الدقيقة 89 بعد هالتسديدة القوية اللي مرت بجانب المرمى. هيثم المكي بعد مخالفة جانبية بعدها الدفاع انتهت بين أحضان بشريف ثم تسديدة قوية للاعب الوسط هيثم المكي